جمعنا أخذنا من السوبر كمبيوتر النموذج العددي السعودي وظهرناه بشكل محاكاة لتوقعات هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة. واليوم سوينا مثل ما هو باين في الشاشة الحين سوينا محاكاة على هطول الأمطار في محافظة جدة، وبالفعل عدم الاستقرار وهطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، كل ما اتجهنا شرقا مكة المكرمة كمدينة، المدينة المنورة، العاصمة الرياض، مع أنه يغلب عليها أن تكون ديمية إن شاء الله، هتكون في العاصمة الأجواء مرة حلوة، منطقة القصيم، حائل، المناطق الشمالية كلها، بالإضافة هناك توقعات بهطول الثلوج إن شاء الله نهاية الأسبوع قبل إجازة الويكند يوم الثلاثاء والأربعاء على منطقة تبوك، جبل اللوز، على قان الظهر، منطقة الحدود الشمالية، حتى بعض أجزاء منطقة سكاكا قد تكون الثلوج إن شاء الله متوقع مبدئيا أنها تكون كثيفة إن شاء الله.